هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ احنا هنجرب حاجه جديده النهارده مع بعض. المفروض ان هي دي لاصقات كده، المفروض بتبيض الاسنان من براند اسمها 3D. انا شارياها من الصيدليه عادي جدا، ما فيهاش اي حاجه. العلبه عباره عن شرايط، هوريها لكم دلوقتي، مكتوب بس اسم البراند وهنا تعليمات الاستخدام، مش اكتر من كده. ويلا نشوفها مع بعض ونجربها سوا لايف دلوقتي. العلبة فيها 10 لاصقات للاسنان اهو. انا استخدمت اكتر من حاجة قبل ما اطلع معاكم اعمل ريفيو، على اساس برضو اقول لكم النتيجة عاملة ازاي، ومعاها زي جايد كده بيوريلك الوان الاسنان علشان تعرفي انت وصلتي لفين. المفروض كمان ان احنا نكون غسلين اسناننا قبل ما نستخدمها، وهنغسل اسناننا كمان بعد ما نستخدمها. طب هل ينفع ان انا استخدمها بشكل يومي لو اسنانك صفرة قوي 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 قوي، ومثلا انتي عروسة وعايزة تبيضي اسنانك في خلال اسبوع قبل الفرح؟ استخدمي كل يوم واحدة، ما فيهاش اي مشكلة. سعرها 95 جنيه، انا شاريها من الصيدلية. انا شفت فيها اسعار لحد 150 جنيه ولحد 200 جنيه، فارخص مكان انا اشتريته منه هو الصيدلية. ماشي، شوف ده شكلها اهو، وهي مقفولة برضو ما فيهاش اي حاجة. تعليمات لطريقة الاستخدام وبيقولك بتحطيها ازاي، ويلا نفتحها مع بعض كده ونشوف واحنا بنستخدمها النتيجة هتظهر ايه. ده شكل اسناني بالمناسبة قبل ما استخدمها، بصوا كده. انا هحاول برضو ان انا اصور لكم اسناني قبل وبعد عشان تشوفوا الفرق معايا. احنا فتحتها اهو، ما فيهاش الا الاستيكر ده. هي عباره عن لزقه او ستيكر للاسنان اللي فوق، ولزقه كمان للاسنان اللي تحت. يلا نشيلها كده ونشوف الدنيا هتعمل ايه وكويسه ولا لا. احنا مش عايزين ده دلوقتي. بصوا حطها قدامكم اهو. تحاولي تضغطي عليها انا بضغط عليها ما بين الفروق بتاعت الاسنان عشان تثبت. هي ريحتها نعناع، ما فيهاش اي حاجه، كاني هو كانه معجون مش اكتر من كده. يلا نشوف كده عشان تثبت اكتر. المفروض ان احنا مش بنشيلها الا بعد نص ساعه. انا مش عارفه اتكلم قوي منها. هنحط اللي تحت. يلا ادي شكل اللي تحت. حطيت الاثنين دلوقتي على اسناني، مش عارفه اتكلم كمان. بالمناسبه المفروض ان انت تكوني مش غسل اسنانك قبل ما تحطيهم، تكوني مش شاربه قهوه نسكافيه، المفروض مثلا قبلها نص ساعه ساعه، ماشي؟ وبعدين تبداي تحطيها. طول ما انت حطاها ممنوع ان انت تاكلي، ممنوع ان انت تشربي، ممنوع ان انت تعملي اي حاجه. وكمان ممكن قبل ما تحطيها تنشفي او تجففي الاسنان نفسها بمنديل، بحيث ان هي تلزق كويس. هي لازقه معايا اهو كويس، وهنستنى نص ساعه وهرجع لكم تاني. عدى تقريبا نص ساعه وانا عامله كده ما بتكلمش كتير. نبدا نشيلها سوا ونشوف فعلا هتاثر ولا لا. يلا نشوف كده. دي اول واحده، بصوا ودي تاني واحدة. ايه ده؟ المادة اللي هنا لسه على اسناني. انا حاسة ان انا مش عارفة اتكلم برضو وان اسناني عليها حاجة. بنبدأ في الوقت ده نغسل اسناننا من غير ما تحطي معجون ولا هتحطي اي حاجة، تغسلي اسنانك بس بحيث ان المادة دي تدعكيها او تفركيها على اسنانك. يلا نشوف كده. خلاص انا غسلت اسناني، وبصوا هوريكم شكل اسناني قبل وبعد، وتشوفوا وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنت. فانا هستنى رايكم في الكومنت. وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس الصغير اللي جنبه عشان تضمني ان يوصلك النوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه. يلا نشوف. ها، في فرق ولا لا؟ باي باي.